كما كانت مقاطعة الشرطة القضائية الأولى الجزائر الوسطى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة تمتهن النصب والاحتيال مع التزوير واستعمال مزور في محررات إدارية. هذه الشبكة قامت بالنصب على 40 شخص راغب في أداء مناسك العمرة من خلال التكفل بجميع الإجراءات الخاصة بذلك مقابل مبلغ مالي يقدر ب 45 مليون سنتيم عن كل ملف. قضية الحال تم تحت إشراف النيابة. تمكنت ذات المصالح من توقيف 3 أشخاص من بينهم امرأة تتراوح أعمارهم ما بين 25 و 41 سنة. العملية أسفرت عن ضبط وحجز 40 تذكرة سفر مزورة خاصة بمناسك العمرة، 5 هواتف نقالة، أجهزة إعلام آلي بكل لواحقها، 5 جوازات سفر، طابعة زائد سكانر خط خاص بوكالة السياحة وأسفار، نسخة عن رخصة استغلال وكالة السياحة والأسفار مزورة. بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم المجتمع فيه أمام النيابة المختصة إقليمياً.